بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا اليوم عن موضوع إنكار السنة. كنا قد انقطعنا فترة من أجل الإعداد ومن أجل أمور أخرى، فالآن نكمل هذا اليوم. حديثنا اليوم سيكون عن إنكار السنة والحداثة. طبعا في السابق المسلمون لم ينكروا السنة، هنالك بعض المذاهب الفقهية اشترطت شروطا معينة للاحتجاج بالحديث، ولكن هذا لا يعتبر إنكارا للسنة. إنكار السنة أن تنكر هذا الجسد الكلي الذي نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة للقرآن، أن تنكر أنه مصدر للمعرفة، مصدر للتشريع، مصدر للتلقي. هذا لم يحدث من قبل، لكن كما ذكرنا في السابق عن تاريخ هذا التاريخ، في القرن العشرين بدأت تظهر هذه الأمور. في البداية كانت مقال كتبه توفيق صدقي، وبعد ذلك هذا كان في بداية القرن العشرين، ثم يعني بدأت الأصوات تأتي هنا وهناك. ثم في العصر الحديث ظهر أمثال صبحي منصور ومحمد شحرور ورشيد أيلال الذين لا ينكرون صراحة تنكرهم للتراث ليس فقط للسنة. يعني رشيد أيلال يقول في أحد أشرطته: أنا أريد أن أهدم التراث. هذه النغمة كما ذكرنا نغمة جديدة من العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة حديثا، مثل ما ذكرنا موضوع الحداثة وما بعدها، وتبني بعض الدوائر الغربية لهؤلاء، وطبعا يساعدهم للأسف بعض أجهزة الإعلام في العالم العربي. حين نقول الحداثة، ماذا نقصد بالحداثة؟ هنا نحتاج لمحة بسيطة جدا موجزة عن تاريخ أوروبا، لأن هذه الحداثة ظهرت في أوروبا. الحداثة وما بعد الحداثة كل هذا نتاج أوروبي. أوروبا مرت بالعصور الوسطى أو عصور الظلام، من القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي. طبعا لا يوجد خط فاصل حاد جدا، يعني يتحدثون عن مجال معين. وطبعا مرت حين خلال ذلك بعد القرن الخامس عشر وحتى الثورة الصناعية، مرت أوروبا بعدة مراحل. كان مثلا عصر النهضة بعد العصور الوسطى، كان عصر النهضة من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر، وكانت بداياتها في الواقع في أواخر العصور الوسطى. كما قلنا لا يوجد في هذه الأمور لا يوجد خط فاصل في سنة كذا تم التحول من عصر الظلام أو العصور الوسطى إلى عصر النهضة. طبعا هذا الأمر حدث نتيجة تفاعلات عديدة أخذت أوقات، ثم ظهر العصر الذي صاروا يرجعون له المؤرخون اسم عصر النهضة. بدأت طبعا في إيطاليا ثم انتقلت إلى أرجاء أوروبا، ثم جاء الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر وجون كلفن اللي هم أوجدوا حركة البروتستانت ثورة على الكنيسة الكاثوليكية. ثم جاء عصر التنوير، عصر التنوير من القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر. هذا العصر أنهى الوضع القديم وأنهى نظام الحكم القديم وأنهى أي شيء يمت إلى القديم، النظام الملكي الأوروبي المستبد، تسلط الكنيسة، الحلف غير المقدس بين الكنيسة وبين يعني بين الباباوات وبين ملوك أوروبا. كل هذا الأمر انتهى في هذا العصر بعد في نهاية عصر التنوير. طبعا توج بالثورة الفرنسية عام 1799، والثورة الفرنسية هي ليست عاما واحدا، الثورة الفرنسية أحداث امتدت تقريبا على عقد من الزمن كما هو معروف.
اشتد الصراع في هذا العصر بين مفكري أوروبا، بين العلماء وبين الكنيسة من جهة، وبين الباباوات والملوك، بالأسف بين الكنيسة والبابا من جهة، وبين ملوك أوروبا. وطبعا ملوك أوروبا كانوا يستغلون الكنيسة، الكنيسة كانت تمدهم بالشرعية، وملوك أوروبا كانوا يمدونهم بما يحتاجون من قوة، من سلطة، ومن غير ذلك. فلذلك كما يلاحظ في مظاهرات الثورة الفرنسية ظهر هتاف عجيب: اسنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لأن الناس خلاص يعني طفح الكيل بالنسبة لملوك أوروبا وتسلطهم مستغلين الدين. يعني الدين، الديانة المسيحية التي أنزلت على عيسى ابن مريم عليه السلام بريئة من هذا الأمور كلها. والمسيحيون الأوائل لم يكونوا كذلك. معروف أن المسيحية مضت بصراع، بفترة صراع طويل. لكن أن تأتي الكنيسة وتحتكر العلم وتحتكر الطب وتحتكر كل شيء، ولا يسمح لك بالقول بأي نظرية علمية إلا إذا وافقت عليها الكنيسة. حتى مزاورة الطب كانت الكنيسة هي التي تمارسه. إذا طبعت كتابا يجب أن توافق عليه الكنيسة، ويجب أن تحدد لك حتى أين يطبع الكتاب، وكم سعر البيع، وكم نسخة مسموح لك أن تطبع. تسلط في كل شيء. ثم بيع صكوك الغفران كما هو معلوم، والتهديد بما يسمى قرار الحرمان: إذا خالفت الكنيسة فسيصدر ضدك قرار الحرمان. هذه الأمور كلها أدت إلى الثورة. والتنوير اشتمل على مفكرين كثر، منهم كانت المفكر الفرنسي الذي مات في بداية القرن التاسع عشر، كان يقول عن التنوير: هو خروج الإنسان من مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد. خروج الإنسان من مرحلة القصور العقلي وبلوغه، أي وبلوغ الإنسان سن النضج أو سن الرشد. ما هو القصور العقلي؟ التبعية للآخرين، عدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوكي في الحياة، أو اتخاذ أي قرار دون استشارة الشخص الوصي علينا. في هذه الحالة طبعا الكنيسة. فلذلك صار يخرج للناس بصرخاته المعروفة: أعملوا عقولكم أيها البشر. فهذه الثورة أدت كما قلنا إلى زوال النظام القديم، ثم الثورة الصناعية، ثم فصل الدين عن الكنيسة عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، تقديس العقل، وظهور حركة المرأة، حقوق المرأة، لأن المرأة كانت مظلومة أيضا. فكل هذا الكلام بدأ يظهر في أوروبا. هذه المنظومة التي بدأت تظهر في أوروبا هي ما يعرف بالحداثة. يركزون على الفردية المستقلة، الأخلاق نسبية. ما تقول لي هذا صح وهذا خطأ، هذا الأمر نسبي. أنا أرى أنه صح لكن قد ترى أنه خطأ، أنت تراه خطأ لكن أرى أنه صحيح. المعرفة هي ما يمكننا التحقق منه تجريبيا، تقديس العلم، تقديس الطريقة العلمية في التفكير. طبعا لا يوجد إنسان ضد العلم، لكن فرق بين الطريقة العلمية في التفكير اتباعها في الفيزياء وفي العلوم التجريبية وما شاكل، وبين إنك تظن إنه هنالك صراع بين الدين والعقل وبين العلم والدين. فإذا تحدثت عن الخالق، أو هذا 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 إيمان أعمى، هذا هذا دين. إذا تحدثت عن قوانين الفيزياء هذا علم. إذا قلت لي بأن الله هو الخالق هذا دين، هذا ما له علاقة بالنظريات العلمية. نحن في النظريات العلمية مجالنا مستقل. فأيضا لا قيمة للأخبار إلا إذا ثبتت بالعلم التجريبي. يعني يجب أن تفحص الخبر من أجل أن تتثبت منه. سنتحدث عن ذلك طبعا فيما بعد. عدم الآن بعد ذلك، يعني الحداثة هي نتيجة الصراع الذي دار بين الكنيسة والمفكرين في أوروبا. الآن بعد هذا لم يقف الأمر عند ذلك، عرف ما بعد الحداثة،
ما بعد الحداثة أشد. يعني في الحداثة بيعترفوا بقواعد معينة، لكن هذه القواعد قد تكون نسبية. هنا لا يوجد قواعد في ما بعد الحداثة، لا توجد قواعد لغة، لا توجد مصطلحات. هناك أمور معينة المجتمع هو الذي حددها، وأنا لست ملزما بالتقيد بما فرضه المجتمع. هذه مجتمعية، وأنا أريد أمر آخر. تفسير النصوص، لا يوجد سلطة تقول بأن النصوص يجب أن تفسر بهذا الشكل. أنت القارئ الذي تعطي المعنى الذي تريده للنص الذي تقرأه، وليس المتحدث وليس النص. النص لا يعطي المعنى، أنت القارئ الذي تعطي المعنى. تريد أن تفهم هذه الآية بهذا الشكل؟ لك ذلك. تريد أن تفهم هذا الحديث بهذا الشكل؟ لك ذلك. لا تستطيع مطلقا أن تجبرني على قواعد معينة للتفسير أو لفهم النصوص، لأن القارئ هو الذي يعطي النص هذه الأفهام. ظهرت في السابق كان ما يسمى البنيوية. البنيوية أنه في عندك أنت بنيان معين، بنية معينة في النص، تفهم النصوص بناء على هذه البنية، السياق، البنية. يعني مثلا عندنا في العربية فعل، فاعل، مفعول به، لا يمكن أن يتحول المفعول به إلى فاعل، لا يمكن أن يتحول الفاعل إلى مفعول به إلا إذا غيرت الجملة. فلا تستطيع أن تقول أكلت التفاحة الولد. التفاحة لا تأكل، هي مأكول. يجب أن تشكل من أجل أن تفرق الفاعل والمفعول به. إذا قلت ضرب، ضرب زيد عمرو، لا نعرف من الضارب ومن المضروب، فيجب أن نقول ضرب زيد عمرا، إذا زيد هو الضارب، أو ضرب عمرو زيدا، زيد هو المضروب. لكن في الآن خلاص ما في داعي لهذا الكلام. لذلك أحدهم للأسف دون أن يعرف ماذا يقول كتب كتاب جريمة السيبويه. يقول لك لماذا هذه الأمور، هذه الفاعل والمفعول، والفاعل منصوب والمفعول به الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هلم جرة، والنداء، النداء المضاف، النداء النكرة، لماذا هذا الكلام كله؟ لماذا معاني الحروف؟ هذا من هنا للتبعيض، من هنا لبيان الجنس. يعني هذه تعقيدات، خلاص انت بتقرأ وبتفهم وانتهى. طبعا طالما الأمر كذلك، هذه ما بعد الحداثة ضربت هذه البنيوية وأتت بنظريات تسمى التفكيكية. يعني التفكيكية بأن نهدم البنيان السابق المتعارف عليه حتى في التفسير، تفسير النصوص أقصد. طبعا بناء على ذلك لا يمكن الاتفاق على شيء، لا تلزمني بمعنى ولا ألزمك بمعنى. حتى الذكور والأنوثة أمر نسبي صارت. الإنسان لا يولد أنثى ولا يولد ذكرا، الذكور والأنوثة أنت الذي تقررها. لماذا تسمح للولادة أن تحدد لك؟ فإذا الطفل منذ الصغر بدأ يشعر أو بدأت تشعر بميول أخرى نحو أنا أريد أن أكون أنثى، الوالدين الآن في بعض الدول ممنوع أنهم يقدموا علاج لهذه الناحية. هذا بيعتبروه من الإساءة واستغلال الأطفال. خلاص أنت بتاخذه للطبيب، وبعدين الطبيب هو الذي يقرر ويبدأ بإجراءات معينة بالهرمونات ومشاكل وكذا. وذلك عمليات تحويل الجنس صارت منتشرة، لأنه الضمائر هي يقول لك إذا كان الإنسان لا يريد أن ينادى بالضمير هذا، لا يجوز لك أن تناديه بهذا الضمير، يجب أن تنادي الإنسان بالضمير الذي يريده. فذلك صار الآن معروف عندنا في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، هناك ضمير المذكر وهناك ضمير المؤنث. لكن الآن لا، أتوا بضمائر عديدة جدا، وأتوا بأجناس عديدة جدا. عندنا إحنا ذكر وأنثى. يعني تدخل على الفيسبوك لما يطلبوا منك أن تذكر ما هو جنسك يعطوك أكثر من 40 خيار. خلاص انتهى. يعني هذا الإرث الماضي، هذا ما إن علاقة فيه، ما بتقدر أنت تلزمني بما كان المجتمع عليه. بنية الأسرة طبعا أصابها التفكك والانهيار. ليه؟ لماذا؟ لأنه كان تعريف الزواج
عقد على بالتراضي بين رجل وامرأة على العيش المشترك بينهما لتكوين أسرة. طبعا الإسلام في شروط معينة في حتى الزواج المدني كان هكذا تعريفه، اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج. الآن لا، هذا التعريف انتهى، صار اتفاق رجلين أو اتفاق امرأتين، ولا أدري ماذا يأتون في المستقبل، اتفاق رجل ونفسه مثلا. يعني لا أدري، يعني قادم الأيام ماذا يحمل للناس، كما يقال الليالي حبالة يلدن كل عجيب، وعش رجبا ترى عجبا. الآن الموضوع هنا، هذه خلاصة سريعة جدا لما مرت به أوروبا. المسلمون لم يمروا بهذه المراحل. أولا، الإسلام لا يوجد في عندنا تناقض بين الدين والعقل أو بين الدين والعلم. الإسلام حدد دائرة الوحي وحدد دائرة العقل، ما في تناقض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل سيروا فانظروا كيف بدأ الله الخلق. فلذلك لا يوجد عندنا هذا الصراع، ما في عندنا جانبين متضادين، الدين والعلم أو الإيمان والعقل. الإيمان مبني على العقل، الإيمان بالله عز وجل مبني على العقل. ثم بعد أن يؤمن العقل بالوحي، بعد أن يؤمن بالقرآن، بعد أن نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي يعيد تشكيل دور العقل، فبصير العقل متلقي للنص، بصير المعرفة، نظرية المعرفة أولا تقوم على العقل، ثم يضاف إليها الوحي، والوحي يحدد مجال معين للعقل ولا يبطله. يعني بظل مصدرين المعرفة الوحي والعقل، لكن العقل ضمن شروط معينة. لا يوجد عندنا في الإسلام هذا الصراع، لا يوجد في الإسلام مؤسسة اسمها مسجد مقابل الكنيسة. المسجد هو مكان العبادة، إنما أدركتم الصلاة فصلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. الإمام عندنا في الإسلام في الصلاة ليقود الناس في الصلاة، وليس صلة بينك وبين الله عز وجل. توبتك إلى الله، دعائك إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا هو الإطار الإيمان في الإسلام. فلذلك ما حدث عندنا الصراع الذي حدث في أوروبا. الرسالة جاءت في القرن السادس، وكانت هي بداية التنوير. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن، يعني ولد في القرن 570 وأرسل في سنة 610 في القرن السابع، يعني في بداية عصور الظلام عندهم. عندنا احنا التنوير، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية. فلذلك هذا الكلام، يعني الحمد لله رب العالمين، المسلمين قطعوا أصوات كبيرة جدا في التاريخ. طبعا عندنا صفحات مظلمة، هذا لا ينكره أحد، لكن ما كان عندنا ما يسمى بعصور الظلام المعروفة بالمعنى المتعارف عليه، أو العصور الوسطى بالمعنى الذي عرفت في أوروبا. صفحات مظلمة بمعنى أن مثل الاقتتال الذي حدث، موقعة الحرة، يعني مهاجمة على عبد الله بن الزبير وهو في الكعبة، الصراع بين الذي حدث هنا والذي حدث هناك، غزو التتار، غزو الصليبيين، هذا المراد لكن حتى في هذه العصور لما الصليبيون غزوا بلاد المسلمين، قد تستغرب إذا وجدت أن المسلمين تأثروا، أن الصليبيين تأثروا بالمسلمين، مع أن المسلمين كانوا هم المهزومين وكان الصليبيون هم المنتصرون. قد تستغرب إذا عرفت أن نساء الصليبيين كن يطالبن أزواجهن بأن يعاملن كما تعامل المرأة المسلمة، أو حتى المرأة المسيحية التي تسكن في فلسطين أو في بلاد الشام أو في المناطق التي تعرضت للهجوم الصليبي. وحين مر الصليبيون بالقسطنطينية أهلكوا الحرث والنسل فيها،
لأنه بيعتبروا أنه هؤلاء كفار أرثوذكس. فلذلك هذا اللي أقصده في الصفحات غير المشرقة. ثم فتح المسلمون ازدهروا في الأندلس، وللأسف سقطوا بسبب الخلافات السياسية وبسبب ملوك الطوائف وبسبب تعاون بعض الملوك مع ملوك إسبانيا وغير ذلك. ثم جاء فتح القسطنطينية. طبعا كل هذا عصور، رغم ما فيها من هبوط وانحدار، إلا أنه كان فيها أيضا ارتقاء وتقدم. الصعيد الفكري والفلسفي والعلمي فحدث عنه ولا حرج، أريد فقط حتى الصناعي، أريد فقط أن أتي بمثل واحد. لا يوجد أناس كثيرون يسمعون عن إسماعيل الجزري. إسماعيل الجزري هذا في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر، توفي سنة 1200 وشوية، يعني في منطقة ديار بكر اللي هي بين منطقة يعني الآن تركيا وسوريا والعراق، في تلك المنطقة. هذا إذا هو الذي اخترع ما يسمى الآن الكام شافت. دون الكام شافت ودون الكرانك شافت لا يمكن السيارة أن تسير. هو الذي اخترع هذا. طبعا هذا لا يقال، لكن ابحث في الإنترنت إسماعيل الجزري سترى ماذا اخترع. كتب كتاب الحيل، في قدم 100 آلة ميكانيكية وهندسية، 100 آلة من اختراعه. فظروف أوروبا كانت تختلف عن هذه الظروف. فإذا أوروبا ظهر فيها عصر التنوير، نحن بدأ عندنا عصر التنوير ببعث محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى. ما في عصور ظلام، في هبوط وصعود بالنسبة لأحوال المسلمين سياسيا واجتماعيا وعسكريا، في انحطاط، مثلا انحطاط فقهي، ضعف الاجتهاد، تقليد، مشاكل، كل هذا الكلام معروف، لكن هذا لا يقارن مطلقا بما عرف في أوروبا بعصور الظلام أو عصور الوسطى. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا كل هذا الصراع لا يجوز إسقاطه علينا. ما صلح لأوروبا كان يجب أن يكون، التنوير في أوروبا كان يجب أن يكون، الإصلاح الديني في أوروبا كان يجب أن يكون، حقوق المرأة في أوروبا كان يجب أن تظهر. لكن عندنا التنوير بالقرآن الكريم بدعوة الإنسان للتفكير والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إصلاح ديني، ما في إصلاح ديني، ما في كهنوت، ما في سلطة تحتكر كيف يفكر الناس وكيف يتداول الناس الطب وكيف يظهر العلماء. ما في عندنا هذا الكلام، وما في عندنا أن تبيع الجنة الآن صكوك الغفران، ما في عندنا جلسة التوبة، أنت تذهب للإمام وبينك وبينه أو بينك وبينه فتعترفين أو تعترف له بكل شيء، ثم خلاص انتهت ذنوبك. ثم طبعا الإمام سيستغل الظرف في أجل موضوع الاستغلال كما يحدث في الكنيسة، وكل الأخبار تتحدث عن الاستغلال الجنسي للأطفال في الكنيسة. طبعا المسلمون ليسوا ملائكة، هنالك أفراد ظهر منهم هذا الكلام، لكن ليس ظاهرة كما في الكنيسة. وأرجو أن لا يؤخذ هذا أنني أهاجم الدين المسيحي. نحن نؤمن بالإنجيل، ونؤمن أنه أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام، وأن نؤمن أنه ولد من غير اتصال جنسي، ونؤمن بعصمته، ونؤمن برسالته. لكن الذي أصاب التعاليم التي أتى بها السيد المسيح فيما بعد، والمجامع التي حدثت، ومجيء قسطنطين إلى 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 نيقيا، وتبني الإيمان المسيحي، ومراهقة الذين كانوا يقولون بالتوحيد، ثم تبني فكرة التثليث وغير ذلك، وبعدين جاءت السلطة الكنسية،
هذا الكلام ليس من المسيحية التي أنزل الله عز وجل على عيسى، فنحن نتحدث عن ممارسات الكنيسة حاليا، ولا نتحدث عن تعليمات السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام. الآن ما علاقة هذا كله بالسنة؟ السنة لها علاقة. حين مثلا ناقشنا أمور معينة، حين نقول تعريف السنة، السنة لغة الطريق، وتقول سن الماء إذا توالى السن فلا بد من التتابع، ثم استعيرت هذه للمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء يختلف عن المعنى الاصطلاحي للسنة عند المحدثين، يختلف عن المعنى الاصطلاحي للسنة عند الأصوليين. فالسنة هي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي مصدر تشريعي. هذه الاصطلاحات بقول لك أنت هذا منين جبته؟ هذا ولا بعترف فيه، هذا أنت اصطلاحاتك، أنا ما بعترف بهذه الاصطلاحات. شايف؟ أكثر شيء بيجي بقول لك لا، الاصطلاح هذا ما له علاقة بالمعنى اللغوي، مع أنه له علاقة بالمعنى اللغوي. لأنه ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كان بشكل متتابع يعلم الناس، متتابع متتالي، يعني في عندنا نمط، هذا النمط الذي صار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو السنة، يتمثل بأقواله وأفعاله وتقريراته. فبقول لك لا، أنا ما بعترف بهذه التعريفات. فالناحية الثانية بقول لك أنا لماذا أقبل الخبر؟ أنا أريد أن أختبره بنفسي. طب كيف تختبره بنفسك؟ كيف تختبر الخبر بنفسك؟ ما أدري يعني كيف. يعني في أحدهم رشيد أيلان هذا يقول أنا لست ملزما بالتراث. لماذا يا أيها العالم العلامة؟ لأن الذين كتبوا التراث لم يستشيرونا فيما كتبوه. يعني هو يريد من الأصمعي وسيبوي والخليل بن أحمد والشافعي والبخاري ومسلم وكل الذين كتبوا تواتروا عبر التاريخ، يريد منهم أن يوقفوا عجلة التاريخ وينتظروا حتى يشرف علينا رشيد أيلال ويقولوا لو سمحت يا رشيد أيلال ماذا تريد منا أن نكتب؟ هل توافق على هذا أم لا؟ يعني كلام. المشكلة أنه بعض الناس يعني ينخدعون مثل هذا الكلام. أه والله ما سألني الشافعي، ما سألني، ومن أنت؟ هل عشت عصره حتى يقال يجب أن يسألك أو لا؟ يعني بينك وبينه كم قرن؟ كم ألف؟ يعني الشافعي توفي سنة 204 هجرة، ونحن الآن 1440، 12 قرن ونصف تقريبا. يعني تريد من الشافعي أن يتوقف وعن عمله حتى يستشيرك؟ من يقول هذا؟ في كل العلوم، في كل العلوم، ليس فقط في العلوم الشرعية. عندك أنت في علوم اليونان، هل تريد من اليونان أقليدس وأفلاطون وأرسطو وأرخميدس، هل تريد منهم أن ينتظروك حتى يستشيروك فيما يكتبون؟ هل تريد من أرخميدس أن يوقف عجلة التاريخ حتى يسألك عما سيكتب؟ هل تريد من نيوتن أن يوقف عجلة التاريخ، عجلة الميكانيكا، حتى تظهر أنت ويسألك؟ يعني سبحان الله، يعني كلام يعني للأسف يعني كيف ينطلي على بعض الناس. يعني والله أنا أشعر بالأسف لقائله ولمصدقه، أنه الذين كتبوا التراث لم يستشيرونا، نحن لسنا ملزمين به، لأننا لأنه لم تجري استشارتنا في التراث. الناحية الثانية، العلوم كلها فيها مصطلحات معينة، فلا تستطيع تجاوز المصطلحات. هل تستطيع أن تتجاوز مصطلحات الطب؟ هل تستطيع أن تتجاوز مصطلحات الهندسة، الفيزياء؟ لا تستطيع. كيف نهدم فكرة المصطلحات؟ لا يمكن. بالنسبة للرواية، طب العالم كله لا يمكن أن يستغنى عن الرواية. يا أخي الجي بي إس رواية، نظام الجي بي إس، وناس معينين جمعوا معلومات معينة من مواقع معينة بأساليب معينة دقيقة جدا، وجمعوها ببرمجية معينة وقدموها بشكل معين،
فأنا آخذها كل اللي علي أن أستعملها. إذا تبين، هم يقولون لك بعض الأحيان يجب عليك أن تدقق الموقع، لأنه في يعني هامش في الخطأ مثلا بعض الأحيان. مع الزمن طبعا هذه البجز يعني بيطوروها ومشاكل. العامل الثاني الذي أدى لهذه الظاهرة، بعض المراكز كما قلنا البحثية ومراكز الإعلام التي مثل أصوات مغاربية، مثل القناة الحرة، القناة الإعلامية العامة في المنطقة العربية، هذه تفتح أبوابها لكل من هب ودب، شريطة أن تتحدث عن ذلك. وكان يعني أحدهم قبل فترة كان مسؤول في قناة الحرة و استقال. قناة الحرة على فكرة شخص أمريكي، ففي واحد كان يعمل معه وخرج وقال إنه كان يعرض علينا $500 مقابل كل مقال بنكتبه في موضوع الإسلام. ولذلك تجد إبراهيم عيسى وتجد أمثال هؤلاء يعني مفتوحة لهم في ناحية أيضا مالية وراء العمل. فلذلك عندنا هذه المشكلة، عندك شحرور، إسلام بحيري، إبراهيم عيسى، رشيد أيلال، أحمد صبحي. أحمد صبحي منصور سبحان الله، والله كنت أستمع له في شريط بقرأ عن صحيح البخاري، لا يعرف أن يقرأ الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم بيأتي على شخص صلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر، قال له الصبح أربع، الصبح يعني أداة استفهام والصبح منصوب، فهو قرأها بكره طلع ماذا يقول البخاري، البخاري بيقول انه الصبح 4 ركعات، فقرأها الصبح 4. والله لا اله الا والله اشفق على من يستمع له بصراحة يعني. فطبعا لا يوجد انسان لا يخطئ، لكن في فرق بين ان اخطئ واتلافى الخطأ وبين ان اخذ هذه الناحية والبسها للبخاري. هذا الكلام طبعا لا يجوز. السؤال، ما الذي يجب فعله؟ يجب علينا طالما انه ما في شيء ممكن الاتفاق عليه، اذا بدنا نبني، احنا نبني خط معين في البحث مع الشخص نتفق فيه على البناء لبنة لبنة من اجل ان نصل الى ما نريد. بدون هيك ما بنتفق. اذا بظل يقول لك انه انا اللي احدد الاستراحات، كيف سيرى تعريفك للسنة؟ فلذلك يجب ان نبني هذا الأمر خطوة خطوة ومن البداية. في البداية لا نؤمن بخالق مثلا يعني، لكن عندنا احنا أناس عندنا عقول، يعني خلونا نستخدم هذا العقل. استخدم عقلك وابحث هل الكون هذا مخلوق أم لا، سنصل إلى أنه مخلوق، الخالق خلقه الله سبحانه وتعالى. هل نحن بحاجة لرسالة أم لا؟ سنصل إلى أنه بحاجة لرسالة. لماذا؟ لأنه ما دام في خالق وهو المهيمن، فطريا بدي أتجه له بالعبادة. لا يمكن أن أتجه له بالعبادة دون أن يحدد الخالق لنا كيفية العبادة. وهذا التحديد يجب أن يصل لنا عن طريق الرسل الذين اختارهم لرسالته سبحانه وتعالى. فالرسالة التي نزلت على محمد هل نؤمن بها أم لا؟ الآن القرآن هذا هل هو كلام الله أم لا؟ لما نصل إلى أنه كلام الله بنقول إحنا إذا هل نؤمن بالرسالة أم لا؟ طالما آمنا بالرسالة، هل القرآن يغطي فترة 23 سنة التي مضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو الرسول صلى الله عليه وسلم، لو إنك أنت تريد أن تقرأ القرآن، لو كل يوم ساعة فقط تقرأ جزء، أقل من ساعة يعني في الجزء، 30 يوم بتحتاجه، خلاص أنت عندك 23 سنة. فيستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ثم الآية حين تنزل عليه ثم يذهب إلى بيته ويغلق الباب. كان يعيش مع الناس وكان يتفاعل وكان يقضي وكان يرفع الخصومات وكان يعلم وكان يجيب على التساؤلات وكان يرشد وكان يقود. هذه المادة التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في التفاعل، من أين لك هذا؟ القرآن بيقول لك قل إنما أنذركم بالوحي،
لا يمكن أن تكون هذه المادة من عنديات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا أنه في بعضها اجتهاد لابد أنه الوحي يوافق عليه أو يبين له الصح أو ينزل عليه ابتداء. فذاك هذه المادة هي الوحي، هي السنة بكل بساطة. فإذا الإيمان بالسنة كان بناء على هذا الدليل العقلي. الناحية الأخرى، أنتم تقولون أنه نحن لا نؤمن إلا بالسنة العملية المتواترة، الطريقة العملية المتواترة. يا أخي المسلمون حتى اليوم جيلا عن جيل يؤمنون بالسنة، يطبقون السنة، يلتزمون بالسنة، مرجعيتهم القرآن والسنة. هذا تواتر عملي، هذا تواتر عملي، ليس إجماع الأمة في فترة معينة أو في عصر معين. هذا جيلا عن جيل كما تلقى المسلمون القرآن بالتواتر، مع الفرق بين ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، أيضا تلقوا حجية السنة والتزموا بها. لا يوجد جيل معين، لا يوجد عصر معين مطلقا المسلمون اختلفوا فيه على السنة، يعني اختلفوا في الإمامة السنة والشيعة، لكن السنة والشيعة متفقون على السنة. الفرق أن الشيعة يأخذون الرواية من روايات السنة ما ثبت عن طريق أئمتهم، لكن لا يقولون لك بأن السنة إذا ثبتت عندنا عن طريق إمامنا هي ليست حجة مطلقا. الإباضية يؤمنون بالسنة ضمن شروط معينة، مسند الربيع بن حبيب مثلا، لكن لا يقولون لك بأن السنة ليست حجة. ففي فرق، لا يوجد مطلقا. المعتزلة نفس الكلام، يعني الإشاعات التي تقال بأن المعتزلة ينكرون السنة، المعتزلة يؤمنون بالسنة، لكن طريقة الاحتجاج بالسنة هي موضع خلاف. هل خبر الآحاد مثلا حجة في العقيدة أم لا؟ هذا ليس إنكارا للسنة، يعني يجب أن نعرف هذا الأمر، فيجب أن ندرس هذه الجماعات كلها دراسة موضوعية. الآن بعد الإيمان بالوحي، الوحي حدد لنا دور العقل، فهم الواقع، فهم النصوص، فهم اللغة، ثم تطبيق هذا الفهم على الواقع. إذا نحن محكومون بأطر معينة، ولا نستطيع أن نثور على هذه الأطر، نستطيع أن نفهمها، وإذا في خلل في ناحية معينة نستطيع أن نبين موطن الخلل، لكن لا نستطيع أن نتنكر لهذه الأطر، كما أننا لا نستطيع أن نتنكر لأطر الطب والفيزياء والفلك والجبر والهندسة والحساب والرياضيات وعلوم الملاحة وعلوم البحار وهلم جرة مطلقا، سواء كنت تعيش في هذا العصر أو في عصر الحداثة أو ما بعد الحداثة أو ما بعد الحداثة. لا تستقيم الحياة مطلقا دون هذه الأمور. فلذلك مع طروحات ما بعد الحداثة في الواقع انتقدت، يعني الحداثة انتقدت، ما بعد الحداثة انتقدت الحداثة، ثم الآن بعض المفكرين ينتقدون ما بعد الحداثة. إذا اتفقنا على هذه المنطلقات ممكن أن نبحث بعد الآن موضوع حجية السنة. بالنسبة لموضوع قبول الخبر، يا أخي الخبر مقبول حتى في الاكتشافات العلمية، يعني أنت حتى إذا أردت أن تقدم أطروحة للدكتوراه في موضوع علمي معين تقدمه لأستاذك يوافق عليه، وبتبدأ تبحث البحث المختبري والبحث العلمي، وترجع للنظريات في كتاب معين، وترجع للتفاضل والتكامل أو للكالكولاس في كتاب معين. ما مطلوب منك إنك تثبت صحة كل مسلمة أو كل نظرية معروفة، وإلا ما في تقدم علمي مطلقا. الآن إذا أردت أن تثبت خطأ نظرية معينة، إذا أردت أن تثبت خطأ نظرية معينة، هنا نعم تحتاج إلى أن تثبت لماذا هي خطأ، فتستطيع أن ترجع لمصدر معين، وهذا المرجع مسلم به في الأوساط العلمية في مجالك، في الفيزياء أو في الكيمياء أو في كذا، وخلاص انتهى. فالرواية والخبر مقبول، لكن المهم في الخبر أن تتحقق من مصدره. فإذا بدك ترجع لكتاب بدك تتأكد إنه هذا، هل هذا في الكتاب أم لا؟
مثلا وتقتبس بدقة. بالنسبة للسنة نتحقق من المصدر بالسند، هل السند الطريق رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هل فيها راوي ضعيف؟ هل فيها راوي منقطع؟ هل فيها راوي متهم؟ أم أن الرواة كلهم ثقات وعدول ولا يوجد انقطاع ولا يوجد سلسلة غير متصلة؟ بل سلسلة متصلة بالعدل، الضبط، الثقة الذي يعرف ماذا ينقل وماذا يتحدث. وعلماء المسلمين في علماء علم الحديث كما ذكرنا كثير من الكتب كتبوا من أجل فقط البحث في أحوال الرواة، أحوال الرواة، أسماءهم، حتى الكنى في أسماء الرجال، البحث في أحوالهم من حيث الثقة والعدالة والضبط، مكان الولادة، تاريخ الولادة، مكان الوفاة، تاريخ الوفاة، هل التقى فلان بفلان أم لا؟ كل هذا من أجل نضمن موضوع السند. ثم حتى لو أثبتنا صحة السند، مثل ما قال الدكتور عمر فلاتة، كان وضاع الحديث يعتبرها ظاهرة اللصق، يأخذون سندا صحيحا ويلصقون به متنا غير صحيح، فبيقدموا لك محتوى غير صحيح لكن بسند صحيح، تروح تبحث في السلسلة كلها ما شاء الله، تبحث في الموضوع خطأ. وذاك أيضا علماء الحديث قالوا من غير شذوذ ولا علة، فالحديث الصحيح الذي رواه الثقة العدل عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فإذا روى الحديث، إذا راوي الحديث شذ في المتن أو شذ في السند أو روى كلام غير صحيح لا يؤخذ، يجب أن يصح الحديث سندا ومتنا. هنا الآن إذا نحن نتأكد من الرواية، خلاص بعد ذلك كيف نستدل بها؟ طرحنا في حلقة أخرى الفرق بين صحة الرواية وكيفية الاستدلال بها بالفقه، هذا موضوع آخر، لكن المهم في كل هذا مرجعيتنا السنة. طبعا ليست السنة على حساب القرآن معاذ الله، بل المرجعية هي الوحي، والوحي صورة جاء وحيا متلوا اللي هو القرآن، والوحي غير المتلو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نثبت السنة. بقي علينا أنه هذا العلاج كما رأينا علاج دقيق ويحتاج إلى صبر ومثابرة، ونرجو الله عز وجل أن يلهم أبصارنا وبصائرنا وبصائر الجميع للاستماع لهذا الأمر، لأنه إذا إنسان لا يريد أن يستمع خلاص انتهى، أما إذا أراد أن يستمع فممكن أن يصير البحث بشكل منتج. ثم بعد ذلك إن شاء الله بقى علينا حلقة اللي هي الخاتمة. أرجو من الإخوة والأخوات، أرجو من الجميع مساعدتنا في نشر هذه المادة وموافاتنا باقتراحاتهم وآرائهم، وأن لا يبخلوا علينا بما يرونه إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.